بسم الله الرحمن الرحيم. لك اللهم ربنا الحمد حتى ترضى، ونصلي ونسلم على المصطفى من خلقه حتى يرضى، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من العرض الموجز لمسائل أصول الفقه. وكنا قد وصلنا من خلال كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه للمرحوم الدكتور عبد الكريم النملة، وكنا قد فرغنا في اللقاءات الخمس السابقة من الكلام على أدلة على تعريف الفقه وأصول الفقه والحكم والشرعي وأقسامه إلى تكليفي ووضعي، ثم شرعنا في الكلام على النوع الأول من الحكم الشرعي التكليفي، وهو الواجب بما تحته من مسائل وتقسيمات، وفرغنا من ذلك في الخمسة لقاءات السابقة. ونشرع اليوم في النوع الثاني من الحكم الشرعي التكليفي، وهو المندوب. وفيه مسائل، هذا الدرس هيبقى ليلة الأربعاء السادس عشر من صفر 1138، السادس من نوفمبر، السادس عشر أيضا من نوفمبر 2016. قال رحمه الله: النوع الثاني وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف المندوب. المندوب لغة مأخوذ من الندب، وهو الدعاء إلى أمر مهم. ما زلنا بنستخدم هذا المعنى اللغوي. لو من هذا يقول لك ايه، ندبوا الى الايه، الى الماموريه الفلانيه، او اعمل له قرار ندب. يبقى واحد مثلا موظف في مكان وعاوزين نعمل له ماموريه فنعمل له ندب، او عاوزين نلحقه على جهه اخرى فنعمل له ندب الى ايه. فهذا هذا المعنى ما زال مستعمل، هو الدعاء الى امر مهم او امر ايه عاجل. والمندوب اصطلاحا هو المطلوب فعله شرعا من غير جزم، المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. اصطلاحا المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. فأول حاجة أنه المندوب مطلوب فعل شرع، يعني الشرع هو الذي يطلب منا أن نفعله. نمرة واحد. نمرة اثنين: هذا من حيث الطلب هيشترك مع الواجب. الواجب يطلب فعله والمندوب يطلب فعله. طيب على ايه بقى الفرق بينهم؟ ان الواجب هيطلب فعله على جهة الجزم، القطع، الإيجاب، الفرض، ومن ثم من لم يمتثل يأثم. من لم يمتثل لهذا الإيجاب والطلب الجازم يأثم. أما المندوب فإن طلبه على غير الجزم ولا على غير الإيه التحتيم ولا على غير الإلزام، بل فيه فسحة للمكلف، ومن ثم فلا إثم في تركه ولا ذم. طيب، راحت كده المسألة الأولانية. المسألة الثانية إيه؟ صيغ المندوب. ما هي الصيغ التي ترد في الشرع تفيدنا هذا
النوع الثاني من الحكم الشرعي التكليفي المندوب. صيغ متعددة ذكر منها الشيخ المصنف رحمه الله أربعة: واحد، كل أمر صريح إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. يبقى الصيغة الأولانية أمر صريح، يبقى زيه زي الواجب، أمر صريح برضه. طيب إذا خلت من القرينة هنحمله على الوجوب، إذا وجدت قرينة تصرف هذا التحتيم وهذا الطلب من الجزم إلى غير الجزم، أو من الحتم إلى غير الحتم، أو من الاقتضاء اقتضاء جازما إلى اقتضاء غير جازم، هيبقى ندب، فلا بد من وجود قرينة تصرف. طيب وضرب مثلا زي مكاتبة الأرقاء، مكاتبة الأرقاء اللي هم العبيد يعني، في قوله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتب ده هنا فعل أمره، فكاتبوهم ده فعل إيه؟ فعل أمر، والأمر يقتضي الإيجاب ما لم تصفه قرينة. طب إيه هنا القرينة؟ القرينة شوف بيقول أهو: والقرينة الصارفة هي السنة التقريرية. فين بقى السنة التقريرية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم نزول هذه الآية أقر العبيد في أيدي أصحابهم ولم يوجب عليهم المكاتبة، بل حث عليها فقط. المكاتبة دي يعني أقول له ادفع كذا وكذا مقسط على سنة 2 3 4، فإذا سددت قيمة العقد تبقى حر. يقول مثلا إيه؟ هكاتبك على 100 دينار، هكاتبك على 1000 دينار، هكاتبك على 500 درهم. ده معنى المكاتبة، مقسطة على مثلا عامين ثلاثة. هأكاتبك على إنك مثلا تزرع لي أو تساعدني في الزرع أو في النخيل على كذا كذا سنة، فتصير إيه؟ حر. بس وهكذا. هذه معنى الإيه؟ المكاتبة. فاللي حصل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نزول الآية أقرهم على مثل ما في أيديهم من الرقيق، وما أوجبش عليهم إن هم يكاتبوهم، فدل هذا على أن الأمر في الآية أمر ليس على وجه الحتم ولا على وجه الإلزام ولا على وجه الإيجاب، بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتم عليهم ذلك ولم يوجب عليهم ذلك، بل ترك في أيديهم الرقيق، بدليل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي الصحابة كثير من الصحابة الكثير من العبيد، وكان عنده أيضا صلى الله عليه وسلم العديد من الموالي والذين يخدمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مولاته فلانة مولاته فلانة وهكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التقريرية هي صارفة، صارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الندب. والقرائن دي الصارفة تتنوع فيها مشارب العلماء، وبيبقى الصنعة بقى الحديث، الصنعة الفقهية هنا بتظهر في جمع القرائن وفي الالتفات إليها. وناخد بالنا من حاجة، الوقوف على القرائن عملية علمية صعبة، وفي ضابط سريع كده هقوله لكم حتى لا نطيل. القرائن قد تكون متصلة، احفظها كده وهتعملوا لي بيها شجرة، وعاوزكم تقفلوا لنا بقى الشجرة اللي مفتوحة عندنا اللي كانت بتاعة الواجب. احنا كده خلصنا تقسيمات الواجب وكنا ابتدينا، انتوا عملتوا مشجرات ليها، فاعملوا لنا بقى مشجرة تقسيمات الواجب لغاية اخر حاجة ايه قريناها وعملناها.
طيب خدوا بالكم، اكتبوا بقى الكلام ده كده واسمعوه كويس عشان مش هتلاقوه بسهولة في أي حتة. القرائن الصارفة دي، القرائن الصارفة ده قد تكون قولي أو حالي، ماشي، أو عقلي، اصحى معايا، أو عادي، خلاص، بالعادة، أو عرفي، أو لغوي، اسمع يا ابني واصحى. يبقى القرائن الصارفة، ها هنقولها تاني، القرائن الصارفة قد تكون قولية يعني بالقول، أو حالية يعني بالحال، أو عقلية بالعقل، أو عادية بالعادة، أو عرفية بالعرف، أو لغوية باللغة. عشان لما مؤاخذة الحمار البعيد اللي بيجي يقول لي ويعترض على اشتراط الفقهاء في أن الممسوحة بدل غسل الرجل من الخفين لابد أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه ومما يمسك بالقدم وألا يكون يكون يكون، ويشترطوا شروط معينة، يجي الحمار البعيد اللي مش فاهم فقه يقول لي الفقهاء بيتحكموا على الشريعة، ويهز لك راسك كده ويدلدل لك ايه شفتيه. يا ابني يا نابتة يا خارجي، الفقهاء عمرهم ما يتجرأوا على أن يقولوا أو يتقولوا على الله ولا على رسوله، ولكن عندهم قرائن. النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين. الخفين دول إيه؟ تيجي دور بقى الخفين اللي مسح، هل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على كل ملبوس في القدم؟ لا، كان عندهم ملبوسات في القدم كثيرة. طب ما المسح عليه على الخفين؟ طيب ادي اول ايه، ادي اول حاجه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على كل ملبوس في القدم، انما مسح على الخفين. شوف القرائن بقى، القرائن بتشتغل ازاي جوه دماغ، جوه دماغ العالم عشان يتفقه في النص. فاول حاجه يسال نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في المسح على الخفين، طيب هو كان بيلبس حاجه ثانيه؟ ابتدي تشتغل بقى نظره القرائن عنده، اقول كان بيلبس، كان عندهم ملبوسات معروفة تانية في الأخذة. طيب هل مسح، ورد إنه مسح عليها؟ لا، ما وردش إنه مسح عليها، مسح على الخفين بس في السنة المتعددة. السؤال التاني اللي يسأله الفقيه لنفسه، طيب وأنا دي على سبيل العزيمة ولا على سبيل الرخصة؟ لا، ده على سبيل الرخصة، العزيمة غسل القدم. السؤال الثالث اللي بعد كده، طب وإيه القاعدة الشرعية عندي في الرخص؟ القاعدة الشرعية عندي في الرخص أن الرخصة لا يتجاوز بها محلها، الرخصة على قدها بالظبط، ما ينفعش أوسعها، ما ينفعش سيدنا النبي يمسح على الخف فأقول له أنا همسح على كل ما على كل ملبوس في القدم، لا دي رخصة هو خاص بهنا. طيب لو كان عاوز سيدنا النبي يمسح على كل ملبوس كان مسح على الخف وعلى النعل وعلى 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 من الملبوسات اللي كانت عندهم، لا ده مسح على الخفين بس. فالفقيه يقول ده غير مقيس عليه، الرخص لا يتجاوز بها محلها، والرخصة لا يقاس عليها، ما وسعش بقى فيه، ده على قدها بس، لأنها خلاف العزيمة، العزيمة هي اللي قيس عليها وهي اللي محل قياس، كل ده شغال في مخه، عشان يجي التاني الحمار التاني البعيد الجاهل يقول لك دول بيتقولوا على الشريعة، يا ابني ده بيستقرئ الشريعة وفاهمها وبيلم بأطرافها. وعنده حاجة اسمها نظرية القرائن شغالة في دماغه عشان يفهم النص، القرائن المحتفة، لا يمكن فهم النص إلا من خلال القرائن المحتفة به، مش بس في صرف الوجوب إلى الندب ولا صرف الحرام إلى الكراهة، لا ده في كل النصوص على فكرة. هتلاقي نظرية القرائن دي أنا مستصحبها معايا وبفهم من خلالها النص الشرعي ولا بد. شفت كم عملية في ذهنه الفقيه اشتغلت علشان يوصل معايا إلى هي إيه شعور المسح على الخف بنظرية القرائن. نمرة واحد، نظرية القرائن مستقاء الشريعة أو قاعدة الشريعة العامة، بدي كلها قرائن بستفيد منها لأنها مش في محل النص مباشر، ولهذا دي كلها داخلة في نظرية القرائن. القرائن المحتفة بالنص كله على بعضه اللي هفهم النص من خلاله لما يجي يقول لي فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا،
هحمله على الإيجاب. طب إيه اللي حصل بقى ده في القرائن المحتفة؟ لازم أعرف السيرة وأعرف هو سيدنا النبي لما نزلت الآية دي اتعامل معاهم إيه؟ هل حصل إنه جم وعملوا بقى أمر عام كده كل اللي في إيده رقيق وكاتب؟ لا ما حصلش. القرائن المحتفة. طب هو أعرف منين؟ ألاقي إن سيدنا النبي قبض ورفع إلى الله سبحانه وتعالى وكان في يده موالي وعبيد. وكان في يد زوجاته موالي وعبيد. يبقى إذن هذا الأمر هو ده قرينة صرف. ونفس الحكاية في المثل اللي احنا ضربناه، المثل بتاع الإيه؟ الخوف. ده قرائن، ده عدة قرائن. أول ما بيوصل الحكم الشرعي عدة قرائن. قلنا أول قرينة إنه بيدور، هو ده على سبيل الرخصة والعزيمة؟ لا، ده على سبيل الرخصة. تاني حاجة، طب هو سيدنا النبي مسح على غيره؟ لا ما مسحش على غيره. ثالث حاجة، طب وهي القاعدة اللي عندي في الرخص ايه؟ انه لا يتجاوز بها محلها وانه لا يقاس عليها. رابع حاجة بقى تبتدي تخش معاه اللغة. طب واللي مسح عليه سيدنا النبي ده بقى طب صفته ايه علشان اعرفه؟ وامسح على اللي زي اللي مسح عليه سيدنا النبي. اهو ده شغل بقى الفقه اهو. فيضبط ينقلني من ضابط لغوي، ينقلني من مسمى لغوي إلى ضابط فقهي، علشان اللي مش فاهم يعني إيه خف عند العرب يقدر يطبق الضوابط الفقهية اللي وضعوها للخف حتى يكون ممتثلا للرخصة ولا يتجاوز بها محلها. فيجي يقول ايه؟ شوف النقطة القرينة اهو. طب سيدنا النبي مسح على الخف، والخف رخصة، ورخصة لا تجاوز بها محلها ولا يقاس عليها. وانه صلى الله عليه وسلم باستقراء سنته لم يمسح على غير الخف، ما هو قصد الخف وبس. طب وهم العرب عندهم، لازم تطلع على احوال العرب، لازم يبقى عندك معجم لغوي تعرف به ان كان عندهم ملبوسات تانية في الاقدام غير الخفين. فيوم يطلع في ذهنك، طب هو مسح على الخف ليه وبس؟ طيب هو قاصد، ما قصدش يمسح على النعال السبتية ولا على النعال ذات السيور ولا على النعال الأخرى اللي كانوا بيلبسوها في أقدامهم، عاوز يمسح على ده بس، ولا مسح على الجرموقين ولا الموقين إلا في حديث ضعيف ضعفه عامة الحفاظ وصححه بعضهم. يبقى كان عندهم اهو ملابس متعددة تعتدى في الأقدام، ما مسحش غير عليها. عشان اوصل للحكم ده لازم استقرا سنته وسيرته، وبعدين ابتدي اوصل لان ليه رخصه، ابتدي ارجع تاني استقرا الشريعه تاني عشان اعرف طب وهي القواعد العامه في الرخص ايه؟ وابتدي اقول لك الرخصه 1 2 3 4 قواعدها، من ضمن قواعدها انه لا يتجاوز بها محلها، يبقى على قديها بالظبط، من ضمن قواعدها انه لا يقاس عليها. طيب وبعدين يبتدي يرجع، طب هو ايه الخف بقى؟ يقول لك الخف هو لما يطلع عليه العالم باللسان العربي يقول لي ده خف. طب صفته ايه عند العرب؟ انه يكون يثبت في القدم ما يتخلعش بسهوله، وانه يكون يمكن تتابع المشي عليه، اللي ما يمكنش تتابع المشي عليه ويكون رقيق بيبقى لا يسمونه خف. الخف عند العرب ما بيصغبش مية، بيخلي المية ما تنقعش من الناحية التانية، ماشي؟ لا ايه ها؟ فالمية ايه؟ مانع للمية تمسح عليه من فوق، يبقى جلد، ما ينفعش ومشوى رقيق، لا يصل الماء من ايه؟ من ظاهره الى باطنه لما تمسح عليه. ايه تاني؟ الخف عندهم بيبقى معدي الكعبين، ماشي؟ اللي تحت الكعبين بيسموه نعل، ما يسموهش خف. فيحول، شوف بقى النقطة الفنية قوي دي، فيحول الفقيه المسمى، هو قرينة لغوية هو، يحول الفقيه المسمى اللغوي لضوابط فقهية، علشان اللي مش واقف على مسمى الخف عند العرب يقف وصفوه لنا بالشروط، أنه يمكن تتابع المشي عليه، وأنه يمنع وصول الماء ونفاذه، وأنه يصل إلى الكعبين، وأنه الثلاث أربع شروط اللي حاطينها اللي بها وصفوا لنا الخف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم إعمالا للقاعدة الشرعية في أن الرخص لا يتجاوز بها محلها ولا يقاس عليها. قرائنها محتفة، ماشي؟ فالقرائن قد تكون قولية.
قولي، والقولية قد تكون متصلة، يعني متصلة بالنص في نفس الآية في نفس الحديث تلاقي قرينة صرف، وقد تكون منفصلة. اصحى، يبقى القرائن القولية التي هي لفظ الشارعي إما بالوحي المنزل من السماء في القرآن أو السنة تكون متصلة به، في قرائن بتكون متصلة بنفس النص تعين على فهمه. يبقى القرائن القولية قد تكون متصلة يعني في نفس النص أو منفصل إلى في نص تاني، يبقى ينفع أن حديث تاني أو آية تانية تصرف الوجوب من هذا إلى ذاك، ماشي، وتصرف الوجوب من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الند أو التحريم، النهي من التحريم إلى الإيه؟ الكراهة. وقد تكون منفصلة، يبقى متصلة في نفس النص أو منفصلة في نص آخر، ماشي يا أحباب. طيب، أو حالية زي المثل اللي احنا قلناه اللي هي السنة التقريرية، من علمنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بعد نزول آية فكاتبوهم، لم يأمرهم ايه الصوت عامل ايه وياكم؟ انا النت عندي قوي على فكره، العيب اللي عندكم. النت عندي واي فاي وسريع وقوي، انا سامعين كده. طيب، فيبقى القرائن قولية او حالية او عقلية او عادية او عرفية او لغوية. قلنا القولية يعني من قول الله وقول رسوله، قد تكون متصلة يعني في نفس النص، او تكون منفصلة يعني في نص اخر. طيب، والحالية زي ما ضربنا المثال بحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت آية فكاتبوه. والعقلية هيبقى بالعقل، صوارف ايه؟ قرائن بالعقل زي السبب العقلي والشرط العقلي، زي ما ايه ضربنا به المثال في الدرس الايه؟ الدرس السابق. او عادية ايضا ما يعرف بالعادة من خلال الايه؟ من خلال الايه؟ العادة. او عرفية ما يعرف بالعرف. كل القرائن المحتفة اما بالعادة او بالعرف بتساعد على فهم النص، إما بأن هذه القرائن تكون مخصصة له أو صارفة من الوجوب إلى الندب أو من التحريم إلى الكراهة أو من الوجوب إلى الإباحة أو غيره من المعاني التي تحتملها صيغ الإيجاب، أو هذه القرائن المحتفة تصيغ سببا للحكم الشرعي أو تصيغ شرطا له أو تصيغ مقدمة له لازمة أو لازم إيقاعها، يلزم إيقاعها لإيقاع الفعل المكلف به شرعا، ماشي ماشي يا سادة. فيبقى الحكم القرائن دي لابد ان احنا نفهمها كويس قوي ونعيها، ونعرف انه قضية الـ القرائن دي ونظرية القرائن المحتفة. عاوزكم تعملوا بحث كده، يبقى احنا عندنا واجب اهو القرائن المحتفة، دوروا كده على القرائن المحتفة واشتغلوا عليها كده، وجمعوا لنا نصوص ومنتخبات من كلام العلماء وأمثلة ونماذج لها. ونظرية القرائن دي أولا في غاية الصعوبة، لأنه لا ينتبه إليها إلا بعد استقراء الشريعة، ولا ينتبه إليها إلا بعد التدرب التام على أيدي العلماء، ولا ينتبه إليها إلا بعد التضلع من العلوم المختلفة، ولا ينتبه إليها إلا مع الوقوف على عادات العرب. يعني لازم الوقوف على عادات العرب دي هجيبها منين؟ من كتب الفقه؟ لا، لازم ترى كتب اللغة وكتب الأدب وتواريخ العرب، علشان لما يجي لك نص تقدر تفهم ما كانوا بيعملوا إيه. نشوف يعني، عاوز ترى الأغاني، وعاوز ترى نهاية العرب، وعاوز ترى الكامل للمبرد،
وعاوز تقرا مثل السائغ لابن الاثير، وعاوز تقرا كتب الجاحظ، وعاوز تتضلع من العربيه لغه وثقافه وهويه حتى تستطيع ان تفهم النص العربي. القواعد العربيه دي مش حاجه سهله على فكره، ولهذا يحيد الناس عن الفهم الان. لا يمكن ان تفهم النصوص العربيه مش بس بادلتها كده الظاهره، لا وبالقراءه. ويجي العالم اهو يصرف الله الامر ده كذا، اصل في قرينه كذا، في امثله كثيره. زي مثلا من القوائم الحاليه كده نضرب به مثل ثاني وهنقف عند هذا، زي حديث ذلك الاعرابي الفقير الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فراى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه ذلك الاعرابي من رثاثة الحال، فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي ركعتين. قال له قوم صلي، الناس كلها قاعده تسمع الخطبه، هو دخل قعد فسنة، قال له قوم صلي ركعتين. سيدنا الامام الشافعي خد من هذا انه في سنة تحية المسجد هتصلى حتى ولو الإمام واقف على المنبر، وبرضك ممكن يستدل منها بطرف خفي على إن الجمعة ليها سنة قبلية. سيدنا الإمام مالك رأى بالقرائن المحتفة للنص أن هذا الحكم استثنائي وليس أمرا، قم فصل ده ليس أمرا لكافة المكلفين، ولكن حكم استثنائي لهذا الصحابي لما كان فيه من غصاصة الحال، فأراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم أن يري الناس حالته حتى يعطفوا عليه ويتصدقوا عليه. ولما جمع لما جمع النصوص والروايات رأى أن في من روايات الحديث ما يؤدي به إلى هذا الفهم للنص، فجعل القرائن الحالية دي، القرائن الحالية دي الذي عرفناه من حال هذا الصحابي، القرائن المحتفة بالنص هنا كده سيدنا النبي مع بقية النصوص اللي موجودة روايات الحديث، يدل على أن العلة في هذا الأمر إنما هو أن يطلع الصحابة لما يقف كده ويصلي قصادهم، يطلعهم على حاله فيلتفتوا إلى ما فيه من أساسه. وبالفعل الصحابة جمعوا له وصار غنيا باللي اتجمع له يوميها ده، فرأى أن هذا قرينة قرائن صارفة، قرائن المحتفى هنا الحالية قرائن صارفة لهذا الأمر من أنه يبقى سنة أو يندب لي ومنع يندب إلى صلاة ركعتين حتى لو الإمام قائم على المنبر كما فعل سيدنا الإمام الشافعي. فأدي نموذج أهو من القرائن، ولهذا القرائن فيها جدل، يحصل فيها جدل. ممكن أنت فقيه زي الفقهاء الشافعية يقولوا لا دي هذه القرائن غير صارفة، ويقولوا طب تعالوا نشوف هل وقع من حد من الصحابة تاني إن هم يخشوا ويصلوا والخطيب قايم، يلاقوا في وقائع أخرى فيقولوا هو هذه الوقائع بتقول إنه كانوا بيفعلوا هذا، ويبقى الأمر مش خاص بالإيه بالصحابي ده. سيدنا الإمام مالك لا يثبت هذه الوقائع، يقول لا والوقائع دي هي أخرى مصروفة لما كان فيه من إيه من ضعف الحال ورثاثته، فهنا يبقى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكانت هنا العلة أن يجمع الصحابة له ما يساعده على حسن الحال. ماشي؟ طيب نقتصر على هذا القدر من صيغ المندوب، خدنا كده أول صيغة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بقية صيغ المندوب وما يتلوه من مسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. بلغ المجلس السادس، يا سيدي يا رسول الله لحظة معي. بلغ المجلس السادس من
العرض الموجز 16 صفر، صفر بالصاد اللي بتكتبها بالسين، 2437 عفوا 38 16 نوفمبر 2016 بمصر المحفوظة. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اشفع لنا يا سيدي يا رسول الله